في هاي المحاضرة نتكلم عن دوال مهمة هي الإف والوات إف. خلينا نسوي لنا سيريز نبدأ من الآن من الواحد، وهذا السيريز نخليها تستمر ثلاثة ثلاثة من الفل. نسوي ستيب مقدارها ثلاثة ونقول له أوكي. الآن هذا السيريز أريد نحدد من اللي أقل من 20 ومن اللي أزيد من 20 بيها، فنستخدم هنا دالة الإف. فخلي نبدأ أول معادلة اللي هي يساوي لنا، ومن الفورمولاس نروح إلى اللوجيكال، وهناك باللوجيكال نلقى دالة الإف. فالآن هذه دالة الإف، وهذه الدايلوج بوكس لتحديد العناصر اللي تخصها. الآن اللوجيكال تيست راح نخليه يشوف الواحد هل هي أقل من 20 أم أزيد من 20. فهذا العنصر اللي بصف هذه الدالة نسوي لك كليك، إذن الإحداثيات مالته هي E4. هل E4 الآن نسوي له علامة أصغر، هل الاي 4 اصغر من 20؟ اذا اصغر من 20 يعطينا قيمة value if true، يعطينا قيمة مثلا 0 اذا اصغر من 20، واذا ازيد من 20 يعطينا قيمة 1. نقول له اوكي. أصغر من 20 إذا. الآن هذا المعادلة نعممها على البقية كلهم حتى يختبرون اللي السيلز المجاورة لهم. فنجي منا نختارهم ونروح إلى فل، فل موجودة بهم. بالفل ننزل معادلة للأسفل فنقول له داون. الآن نلاحظ إنه صارت نتيجة المعادلة أصفار إلى حد 19. 22 هي أكبر من 20، فبدأ من عدها وانس الريزلت مال هاي المعادلة، معادلة الإف. فإذا حققت لنا الكونديشن هذه المعادلة. الآن نتكلم عن دالة أخرى هي دالة الوات إف. هذه الدالة مهمة جدا لحل معادلات من أي درجة كانت، المهم تكون معادلة بمتغير واحد. فعلى سبيل المثال عندنا معادلة إكس تربيع يساوي 9، واضح إنه الإكس هنا شو تساوي 3. فخلينا نحل هاي المعادلة باستخدام دالة الوات إف. هنا راح نكتب المعادلة يساوي لنا إكس، الاكس خلينا نخليها هذا البي. فنقول له الان كاب اللي شفته 6 و 2 صارت كانه تربيع 2 اس 2، فهذا البي 1 الان تمثل لنا الاكس تربيع. نقول له اوكي، طلعت صفر. ليش؟ لأنه محتويات البي 1 الآن صفر. الآن إذا أجبرنا هذا السيل أن تكون نتيجتها 9 مثل ما المعادلة اللي احنا ردناها، فمعناته شنو؟ معناته الإكس أكيد تساوي لنا 3، فالثلاثة هنا راح تظهر. فإذا حل المعادلة هنا راح يظهر. فبهالطريقة نستخدم دالة الوات إف أنه نجبر المعادلة تساوي لنا الريزلت النهائية أو الطرف الثاني. احنا قلنا إكس تربيع يساوي لنا 9، فالطرف الثاني هي 9، فنجبرها الآن أن تصير 9 هنا هذه. فنروح إلى دالة الوات إف. وين موجودة دالة الوات إف؟ بداتا هنا. نسوي كليك على داتا ونروح إلى الوات إف، نسوي عليها كليك ونقول له جوجل سيك. هنا نحدد السيل اللي بيها المعادلة،
فنروح هذه السيل سوينا عليها كليك. الفاليو اللي نريد نجبره ان يصير هذا السيل عليها هي قلنا 9، نقول له 9 باي تشينجينج، يعني هنا يطلب المكان اللي بيه الاكس، فنسوي كليك عليها ونروح على المكان اللي بيه الاكس اللي هو هذا البي، نقول له اوكي. الان بدا يغير لنا القيم الى ان وصلنا الى 9 او قريب من 9، فواضح هنا هذه زيروز، هذه بسبب انه هنا ما وصل للثلاثة ضبط، لو واصل للثلاثة ضبط هي 9 هذه، فنتيجة حل المعادلة هي 3. هذا كمثال لحل معادلة بسيطة هي الاكس تربيع يساوي لنا 9. خلنا نقترح معادلة أخرى ونحاول نحلها بهذه الطريقة، مثلا على سبيل المثال معادلة اكس أس 6 زائدا اكس يساوي لنا 66، اكس أس 6 زائدا اكس يساوي لنا 66. راح نكتب هذه المعادلة هنا في مكان المعادلة اللي فاتت، والاكس هي هذا البي، وأس 6 قلنا شفت و 6، ونكتب 6 زائدا الاكس اللي هي هذه، فهذه المفروض نجبرها ان تصير 66، هنا راح تكون الجذر لهذه المعادلة او قيمة الاكس لهذه المعادلة. فنجي الان وين الى الى الجول سيك، وين نلقاها بداتا، فنروح طبعا احنا هنا تغيرت هذه نرجع اوكي نقول له اعطينا النتيجة، نتيجة اكيد صفر، ليش؟ لانه هنا ايش عندنا؟ هنا صفر الان، لكن من نجرب ان يصير 66 راح يعطينا الجذر لهذه المعادلة. فنروح الى الوات اف اللي هي هذه الدالة ونقول له جول سيك، الان المكان اللي بيه المعادلة هي هذه، ويوصل الى يا فاليو يوصل الى 66، والتغيير يكون منه للاكس باي تشينجينج سيل، من هو يا سيل هاي نغير، نغير الاكس هذا ونقول له اوكي. نلاحظ انه وصلنا ل 66 وكانت الريزلت هي 2، واضح انه 2 و 6 هي ايش قد؟ 64 زائدا 2 يساوي لنا 66، فاذا هذه اكيد هي جذر المعادلة او قيمة الاكس للمعادلة اللي اقترحناها احنا، قلنا الاكس و 6 زائدا اكس يساوي لنا 66، فاستخرجنا الجذر. وهكذا بقية جذور اي معادلات نقترحها باي اوردر كانت، لكن بشرط ان يكون المتغير واحد. هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم.